السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبنا لكم طوملة جديدة، وهي الطوملة ماشي ديالي أنايا، الطوملة ديال كاميرا وومن اللي كتصور فيا أنا دابا. هاهي هانو بلاي؟ يا دابا طوملة جديدة كنت نصورها، قلت أنا غنصوروها، غادي نهضرو عليها كاملين، نهضرو على الإكستيريور، على الإنتيريور ديالها، غادي نداو شوية في الطريق. كنت نصور لكم البسط الفيتاس وكل شيء على الجو برو، نسيت لك أخذت الميموار ديالها في الدار، دونك غادي نصورو الفيتاس. كنبداو حنا كاملين، دونك كنت مازال ما تابونيتش تابونا دير هنايا تابونا. والناس اللي كيسولوا على البروغراماسيون وعلى الكودينغ وعلى الايكوميرس وكل شيء، هذا الشين جديد سميتو كودينغ ويت اتمان، اول لين ديالها في الديسكريبسيون. كنحفل الفيديو تكون 3 ايام فيها لي كورسات كاملين، دخلوا ليها ونبداو على بركه الله. يلا بون، اليوم جبنا لكم كيا بيكانتو جي تي لاين جي دي اي، ماشي مازوت، هذه ايسونس. وكاين اللي واعر فيها هو موتور فيه توربو 3 سيلندر 1.0 و 100 شيفو 100 اش بي، داكشي واعره، يعني طوموله صغيره وكطير، البو ديالها ناقص شويه بزاف كطير بزاف. طوب غادي نبدا لكم بزاف الطوموله بزوينه، عندها موتور كما قلت لكم 1.0 3 سيلندر، وهادشي كلشي كيعطينا حنايا 100 شيفو. والفيتاس ديالها عندها فيتاس مانوال 5 رابور، المهم مانوال كانت اوتوماتيك ولكن كيعجبها المانوال. صافي هادشي اللي كاين. الطوموبيله كتدفع بالقدام، يعني الرويد اللور ما كيدفعوش، كيدفعوا عبر القدام، دونك هما كيخسروا دغيا وكيمشي مشكل، تما ماشي مشكل. نوريكم نهضروا على الجانطه اللي كاينه تماك. كوم عندنايا حنا جانطه 16 انش، بالنسبه للطوموبيله صغيره 16 انش كتبان كبيره بزاف، لا حتى راه كيبان لك انايا هادشي صغير بزاف، دونك كتجي معاها. وهادو بالزوينين الجوانه ديال بصح، ماشي داك التخرب اللي كتبقى تلصق عليه، ولا لاحظتوا هنا بزاف باش الرويد ما يتسرقوش دايرين هادي، هادي مبدله كل عليهم كاملين باش لا بغيتي تحل هادو هادي تبقى معطله وما كتبقاش دير الرويده. وعندنا هكا 16 باش كتحس في الطريق كونفور و او ميم طون سبورتيف، حيت بحال كنقولوا حنا طايباس. ديجا مازال فيها الجاج اللور فيمي، يعني اللي جالس لداخل ما يشوفكش. الو قيمة شنو فنيت؟ ياه السلام عليكم. هنا فيها كيلس انتري، دونك غير بالسير وتجيبك وراك هنايا غتحل طوموبيله، هاي تسدات وراك عليها هاي تحلات. بغيتو شلايطو نخلع هاد الشي؟ ابي شلايطو؟ بغيتو لكم الساروت، بغيتو لكم الساروت. صح ولي ولي ولي، ها هو الساروت كيا. نحلو الكوفر كوم، ها خديت اوبال دانكا واحد جوج ما كتحلش، نحل راسي. تادا، وعندنا هنايا كوفر صغيور باسي كريم ناي كيك واخكمش بات عندنا مازال 9 هنا لتحت. نايس، انا ماضيخة انا قديت دادي حتى كتبيت مصفاص دابا انا 9 مزيانة. اوه هاتو تشوش داين اوه يا اوكي انا ما جيتش فيه. ها هو داك السات ديال الشاف كتخشري كتخشري هذا في الساروت، درتها هي اول شي نايله كتخشري هنا في الساروت، وديك الساعه قدرت تحل به هذاك الكرو اللي كاين تماك. طيب بون نزيدو مازال البلاكه ديالها هنايا، لاحظتوا كاين هنا واحد الرقم واحد كوم خو بك، كاين هنايا الرقم واحد، رقم واحد كتعني الا ضاعت لك البلاكه وتسرقات ليك ولا طاحت لك شي بلاصه خصك دوموندي بلاكه جديده اوفيسيال وضروري واحد، باش الا طرات شي حاجه بديك البلاكه القديمه ما كتكونش هي مسؤوله عليها وهي حيت عندها بلاكه ديال الواحد، فهمتي؟ دونك هي باش كت المهم ما كتبقاش البولنديه ان سبراك لك، تترجم عليكم من التحت. صافي عندنا هنايا الشاكمات ها واحد وجوج فيك، هادو اللي فيه غوجلات كاينين ثلاثه دايرين على شكل درجات، وحتى من جهه اخرى ولا شعلنا السينيال وردنا اخرى خطرخ خطرخ سينا دايرين بولا عادي دوماج، ولكن في القدام كاين لاد. هادشي هنا في القدام هو كاين لاد، دونك الطوموبيل هادشي فول اوبشن، فول اوبشن فيها كلشي. القدام شنو عندنا؟ عندنا الجريل سبورتيف، هذا ماشي فايك، هذا ماشي فايك، هذا فايك ما كيبانش. وكاين لاحظتوا بزاف كاين بزاف ديال لي زاكسون حمرين حيتاش الموديل جي تي لاين، لان جي تي جران توريزمو. صافي البلاك انا الماتريكي ما شرحت لكم بحال قدام بحال اللور، هادو ضاعوا بجوج، سولتها قبيله علاش، قلت لها علاش، قالت لي ما عرفاتش، ما قالتش لها مول الكراج. وصافي عندنا هذا الشيء اللي كاين على برا، جوبونس ندوزو للداخل. يا راني توي في البلاك فيل افتح
نايم قالت لك عندها سينيال تو كيبان في المرايه تاعها هما هنايا صافي صفقوا عليها لتحت في الكومونتيرات غندوزو لانتيريور حنا في طونوبيل الداخل اول حاجه طوا بانوراميك كيتحل من هنايا هاكا قلت حلو او باش نشعل الطونوبيله او يتحل هاكا تدا ياكم مستعطين او كيتحل هاكا باش يتنفس وصافي خصو الصوت عندنا فولون سبورتيف اللي كيف كنف ديال الجولف ديال الجي تي دي مثلا والار والجي تي او والجي تي اي نفس الحاجه عندك هنا المارك الوسط وحتى الكلاكسون تاعو الوسط وعندنا هنايا فيك تحكم في الطوموبيله وفي الموسيقى وكل شيء على اليمين عندنا الكروز كنترول واللاين اسيست باش الطوموبيل تقام بين الخطوطه مثلا كل شيء كتحكم فيه واحد الكاميرا كاينه هنايا مخبعه لتحت وعلى اليسار قدر تصوني وتقص الصوت زيد الصوت وانا زيد الصوت موسيقى مزيانه ملي تكون طوموبيل مانويل وحتى في لي زوبسيون كاملين عندنا هنا مثلا عندنا الشوفاج ديال لي سياج على اليسار وعلى اليمين وعندنا هنايا الستار ستوب ديال الاوتوماتيك وعندنا هنايا باش تسخن تحت الفولون تقدر تسخنو من هنايا كتشعلو الفولون غيسخن ديك الساعه دونك فوق البرد تشعل هادو بجوج وانت يا there you go عندنا هنا بلاصه التليفون تقدر تشارجي سون فيل حطو او كتشارجا وعندك هنايا الكوب هولدرز تورك عليه كيورك هنايا تقدر تحكم في تحط الكيس هنا في الوايس تدا شو هكا بغيت تسالي لهم تحيدهم هكا طوموبيل كليماتيزي هادشي ساهل بلا ما نهضرو عليه حنايا هنايا عندنا هنايا لتحت فين قدرت تحط السلعة الا بغيتي كنا السوار ديالنا اللحم هنايا انفوتيمنت سيستم نافيغاسيون بون زوينه او ريسبونسيف مزيانه واخا الاف بي اس هابط شويه نافيغاسيون انا دي عمر ندير سلا باش تمشي ليها عندنا التراك على قبل الموسيقى باش تدوز بلاصه اخرى الا بغيتي تحكم في الموسيقى كاين هنا في الميديا او البلوتوث وفيها حتى كار بلاي واش التليفون نخدم لكم كار بلاي هكا تادا هاي يونا ثاني كار بلاي تو خدام الناس كيعرفوا ونتفوت الموسيقى هذا قبل الكوبي رايت البلايص اللور ما كاينش باش نهضر عليهم ثلاثه البلايص ثلاثه السماطي اتساع اللور هو نقول لكم الصراحه الطوموبيله ديالي انا واخا كبيره عليها كاين ناس مضيق اللور انا جالس واخا كونفورتابل حتى اتساع الفقرة كاين وحتى قدامي لايك على الجو برو هاك تبغى نصور لكم بها ساعه ما كتبش دوماج هنايا صافي ما كاينش بزاف ديال لي زوبسيون اللور الحاجه الوحيده هو الجاج هو الكتريك من اللور هادشي اللي كاين دابا عندي مرة الطوموبيل سمعوا الصوت خاف الصوت او ماي جاد اوه وتسمعوا الموتور ديالها سمعوا نفس الموتور ديال 3 سيلندر اللي كاين في الفوكس واغن فوكس واغن اب سكودا سيتي جو سيات مي كلهم عندهم بحال قلتي نفس الموتور 3 سيلندر هذا الوحيد اللي فيه التوربو دونك ملي كدير ديبار ديبار كيديروا زوين انا ما عقلتش نسوق مازال عقلتش نسوق هنا اتسوق هي وديك الساعه غنشوف حنا في الطريق طوم كيفاش دايره ليتس جو طوم الساقله وبالنسبه طوم الصغيره واخا الطوموبيله صغيره راه الجهد اللي فيها لايك راه بزاف حنا نمشيو شي طواله نشوف كي دايره تاع الكروز كنترول تاع هو كتورك عليه بهاد البلاصه هادي انا غادي نوريها دابا كيفاش ديروا لاكسيليغاسيون من 0 ل 100 حيت هادشي ما عرفاتش ليه اين فوكس سو فوكس سبعين سبعين ثمانين تسعين مية يا بيو بخا يا اوكي برشو سيو اوكي تخليت نوخ كيلو اوكي كلار
الطوموبيله كدير 0-100 في 7 ثواني تقريبا ما كاملاش. بالنسبه للطوموبيله قد قد البصقه 7 ثواني مزيانه، 7 ثواني مزيانه. داكشي علاش نقولوا لها بالصحه الطوموبيله. قالت لكم عافاك ديروا لها الكومونتيرات هنايا باللونغلي باش تقراهم حتى هي. صافي اللي وصلت لهاد اللحظه عافاك دير لها كومونتير باللونغلي. فرحانه. الطوموبيله كتسوق على الثمن ديالها شاتها ب 19000 يورو اللي هي نقول واحد 20 مليون مغربيه تقريبا. موديل 2021 يلا في عمرها عام ونص تقريبا. قد قد الطوموبيله يعني التالي ديالها هنا حتى هي. وصافي هادشي اللي كاين. لا عجبكم الفيديو ديروا لنا واحد جام. وعاوتاني انا كنصور هنا في هذا الفيديو في لاشين هادي، عندي غير الفلوغات السفر والطوموبيلات، ولاشين الاخرى هي اللي فيها البروغراماسيون. كل 3 ايام فيها فيديو عليك نخلع الناس باش نجمع الناس بوحدهم اللي باغيين البروغراماسيون، وكنبقاش نرول لكم هنايا الفيديوهات وحتى الالغوريثم ديال اليوتيوب ما يترونش. هادشي اللي كاين. غتكون فيديو، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، والفيديو الجاي يكون سفر ان شاء الله. سفر غنديكم معايا واحد السفر ديالي زوين. و المهم ستي تيونت هادشي اللي كاين. يلا اديوس لاون.